يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة النهاردة لحد تاني حلقات هذا الأسبوع. الحقيقة أن حلقتنا النهاردة مليانة بمجموعة متنوعة من الأخبار، أخبار كتير، يمكن أهمهم وبدايتهم هنتكلم ونطمن على صحة قداسة البابا توادروس الثاني بعد ما النهاردة كلنا شفنا قداس صيامة عدد من الأباء الأساقفة الجدد، ولكن في خلال القداس قداسة البابا قال صلوا لي علشان أنا تعبان شوية أو صحتي مش أفضل حاجة الفترة دي، فإحنا نطمن بكل تأكيد على صحة قداسة البابا. كمان عندنا الحقيقة مجموعة من الأخبار المهمة زي تقنين التوك توك، اتكلمنا في الموضوع ده الفترة اللي فاتت، ولكن رسميا مجلس النواب يقر تعديلات في قانون المرور وسيتم ترخيص التوك توك، ايه التفاصيل والموضوع هيحصل امتى وكل الكلام ده، ايضا واحد من ملفاتنا المهمة. وايضا هنروح معاكم لسانت كاترين علشان نعرف ما حدث في زيارة رئيس الوزراء لهذه البقعة المهمة في ارض مصر ومشروع التجلي الاعظم والتوقيع على اتفاقية جديدة ليها علاقة بتطوير هذه المنطقة. مجموعة الحقيقة كبيرة من الاخبار، لكن خلينا نروح لسؤال الحلقة اللي بيتكلم على واحدة من فقراتنا. بعد حادثة البنت الشابة الجميلة اللي كانت راكبة واحدة من عربيات النقل الذكي أو كلنا عارفين مع شركة أوبر، واللي شكت إن هي بيحصلها عملية اختطاف، فاضطرت إن على سرعة كبيرة جدا تفتح باب العربية وتنط، وكانت النتيجة طبعا إن البنت لحد دلوقتي في حالة غيبوبة. لكن الحقيقة الموضوع مش المفروض أبدا إن هو يمر بشكل عادي، احنا عارفين في تحقيقات وعارفين إن السائق حاليا هو بيتجدد حبسه وما زالت يعني الإجراءات القانونية مستمرة، لكن احنا عايزين نضمن سلامة كل فتاة بتركب النوع ده من وسائل النقل اللي هو ما يسمى بالنقل الذكي، اللي هو إن أنت بتجيب العربية عن طريق تطبيق على الموبايل. إزاي نضمن سلامة الفتيات داخل السيارات التابعة لشركات النقل الذكي بعد هذه الواقع؟ هل محتاجين إجراءات مختلفة؟ هل محتاجين تطوير ما في هذه التطبيقات؟ هل محتاجين رقابة أكبر على هذه الشركات وعن من يعمل داخل هذه الشركات من سائقين بقى وتحاليل تتعمل لهم وفحوصات وكل هذه الأمور علشان في الآخر ما نشوفش واقعة بهذه يعني المأساوية أو بهذا السوء بتتكرر مرة تاني؟ احنا عايزين نعرف مقترحاتكم. بكل تأكيد الكل تابع هذه القضية وما زال بيتابعها، فاكتبوا لنا في التعليقات إلى أن نصل إلى فقرتنا الرئيسية ونعرف إيه الحل علشان نحمي كل فتاة وسيدة بتستخدم هذا النوع من وسائل المواصلات. طبعا تعليقاتكم مستنيينها على صورة البرنامج على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت. نبدأ بخبر القداس اللي أقاموا النهاردة قداسة البابا توادروس الثاني وترأسوا من أجل صيامة أباء أساقفة جدد. احنا امبارح شفنا كان العشية والنهاردة استكمال لباقي المراسم، مراسم طبعا الصيامة والتجليس. احنا عارفين طبعا أن في اثنين أساقفة جدد تم رسامتهم. الأساقفة الجدد هم نيافة الأنبا إكلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بخوميوس الشايب في الأقصر، ونيافة الأنبا بضابة أسقف إباشية نجا حمادي وتوابع. أباء جدد طبعا كانوا من الأباء الرهبان، واليوم أصبحوا أباء أساقفة وزادت عليهم الخدمة. طبعا بنصلي ليهم أن ربنا يكون معاهم في هذه المسؤولية والخدمة الجديدة. ولكن خلينا نقول طبعا كان في مراسم كبيرة جدا حصلت النهاردة في القداس، وشعب نجا حمادي كان عدد كبير جدا منه موجود داخل الكاتدرائية علشان طبعا يرحبوا بالأب الجديد الأسقف الجديد، وأيضا كل رهبان أو عدد كبير من رهبان دير الأنبا بخوميس في الأقصر أيضا كانوا حاضرين في هذا القداس. فإحنا بنتكلم تقريبا في أكتر من 100 أب أسقف وعفوا أيضا رهبان وكهنة، الكل كان حاضر في هذه الصلوات. وخلينا نشير أيضا أن قداسة البابا كان بيأكد على كل الأباء الجدد أن هم يعني في هذه الفترة يكونوا حريصين على أن هم يزوروا عدد أكبر من الأديورة والإباشيات علشان يكتسبوا الخبرة للتعامل مع الرعية. طبعا بنفكر أيضا أن مش بس حصل صيامة لأساقفة جدد، ولكن أيضا حصل تجليس لأربع أساقفة بالأمس. خلينا نفكر مرة تاني مين هم.
الأنبا توماس أسقف ورئيس لدير القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل في البهنسة، وأيضا الأنبا ميخائيل أسقف إبرشية حلوان وتوابعها، والأنبا جوزيف أسقف إبرشية ناميبيا وتوابعها في أفريقيا، والأنبا أكسيوس في إبرشية المنصورة وتوابعها. دول الأباء الأساقفة اللي تم تجلسهم على هذه الإبرشيات بالأمس، والنهاردة تم صيامة 2 أساقفة جدد. طبعا بنجدد مرة تاني صلواتنا ليهم بأن ربنا يعينهم في هذه الخدمة. لكن زي ما قلت لحضراتكم، اللي استوقفنا أيضا بشكل كبير أن النهاردة قداسة البابا، وهو بيقول الوعظة في بداية الوعظة أشار أن هو يعني بيعتذر أن هو في هذه الحالة يعني بيجلس، مش بيقول الوعظة هو واقف أو بيقول الكلمة وهو واقف، علشان الحقيقة قداسة البابا في هذه الفترة بيشعر بألم كبير جدا في الظهر، فقرات الظهر، فبالتالي اعتذر عن حالته الصحية وطلب أن الكل يصلي له من أجل أن تخف هذه الألام. فطبعا بنتمنى كل السلامة والشفاء لقداسة البابا، لكن يهمنا أيضا نعرف إيه طبيعة الحالة الصحية الخاصة بقداسته، ونطمن حضراتكم جميعا بكل تأكيد على البابا توادروس. خلينا نرحب معنا على التليفون بقدس أبونا موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة. برحب بيك معنا يا قدس أبونا، وكل سنة قدسك طيب. ألو قدس أبونا موسى، برحب بقدسك معانا وكل سنة وقدسك طيب. ألو، أنا مش عارفة أبونا موسى سامعنا ولا لأ، بس هنحاول. أنا كده سامع. برحب بقدسك يا أبونا معانا، وبقول لقدسك كل سنة وقدسك طيب. وحضرتك طيبة وبخير. طبعا إحنا سعداء بالتجليس اللي حصل بالأمس، وأيضا النهاردة صيامة عدد من الأباء الأساقفة، لكن بداية خلينا نطمن على صحة قداسة البابا، وإن هو يعني طلب من الشعب بالكامل إن هم يصلوا له، علشان حاليا قداسته بيمر بوعكة صحية، فإيه طبيعة الحالة الصحية لقداسته؟ لا، هو مفيش أكتر من اللي قاله قداسة البابا في بداية العظة، انه يعني هو شعر ببعض الالام في فقرات الظهر، لكن طبعا زي ما احنا كلنا شفنا قداسة البابا يعني استكمل كل الصلوات، صلوات الصيامة والقداس، وبكل سلام وصحة. وبنعمة ربنا طبعا من بكرة هيبدأ قداسة البابا و الأباء المطرنة والأساقفة صلوات إعداد وتقديس الميرون. الأمور طبيعية وقداسة البابا بخير، ومفيش أكتر من اللي هو أشار إليه في بداية العزم. أهم شيء طبعا نطمن على صحة البابا، علشان ما يكونش فيه مساحة لأي أقاويل ولا أي كلام ينتشر، عشان طبعا بحكم أن قداسة البابا شخصية مهمة وأب الكل يعني المصريين خلينا نقول، فالكل بيكون حريص يعرف قداسة البابا عامل إيه وصحته عاملة إزاي. فإذا قدسك بتأكد لينا أن يعني قداسته بيمارس كل نشاطه بشكل طبيعي، وبكرة هنشوف صلوات الميرون بشكل طبيعي تماما. تمام، بالظبط كده. طيب ماذا عن عزة الأربع؟ هل أيضا هتكون بتبدأ في ميعادها الطبيعي، أم هيكون في أي تغييرات بتحصل في إطار الفترة اللي جاي؟ الصوت في مشكلة، الصوت كده اختفى. قدسك سامعني دلوقتي بوضوح؟ هو بنعتذر لقدسك طبعا عشان في تقريبا مشكلة في الشبكة، لكن كنا بنسأل أنا على عزة الأربع. عزة الأربع هتعود ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق 13 مارس، وده اللي كان أعلن عنه قداسة البابا يعني في نهاية ديسمبر، في الأربعاء الأخير من ديسمبر في اجتماع الأربع. إذن كل شيء سيسير بشكل طبيعي فيما يخص كل نشاط قداسة الباب. طيب قدس أبونا، لو هنسأل على النهاردة الكاتدرائية كانت عاملة ازاي واحنا بنستقبل 2 من الأباء الأساقفة الجدد؟ احنا عارفين كان في حضور كبير جدا من شعب نجا حمادي ومن أباء الرهبان في دير الأنبا بخوميس، فكلمنا أكتر على أجواء استقبال أباء جدد. يعني هو الحقيقة الأجواء كانت كالمعتاد، دايما الكاتدرائية بتحتضن المناسبات الكبرى، ودايما فتح أبواب الكاتدرائية
والصلوات فيها بتبقى ممزوجة بمشاعر خاصة وبفرحة وبحضور شعبي. ده المشهد اللي كان موجود امبارح في العشية، تجليس الآباء الأربعة الأساقفة الجدد، وأيضا بداية صيامة الآباء الأبوين الراهبين اللي رسم لدير الشايب ولنجا حمادي. النهاردة الأجواء كانت يعني شبيهة أيضا بالأمس، الحضور الشعبي كان كبير، وما كانش شعب نجا حمادي فقط وإنما أيضا المنصورة وحلوان، لأنه ما فيش أي صلوات بخصوص التجليس. الصلوات التجليس كانت أمس فقط في العشية حسب طقس الكنيسة، لكن أيضا شعب حلوان وشعب المنصورة كان موجود، ورهبان دير البهناسة ودير الشايب أيضا، ومجامع الأباء الكهنة والشعب. الأجواء كلها كانت أجواء فرح وسعادة وشعور بالراحة لدى الآباء والشعب بالعمار، العمار اللي يكون ليهم أب أسقف مدبر يدبر أمورهم زي ما أشار قديس البابا في العظة النهاردة. احنا عارفين بكرة خلاص هتنطلق صلوات الميرون، وطبعا دي بيكون ليها طقس خاص وتحضيرات مختلفة، فكلمنا أكتر يا قدس أبونا على الاستعداد لهذا الطقس المهم طبعا الخاص بزيت الميرون. هي طبعا الاستعدادات بدأت منذ أيام، تم إعداد كل شيء، المواد المستخدمة في صنع الميرون، وبكرة طبعا العملية هتتم على يومين. بكرة هيكون يوم الإعداد والتجهيز، ويوم الثلاثاء هيكون صلوات التقديس. بكرة صلوات الإعداد، وبعد بكرة صلوات التقديس. وطبعا يعني قديسة البابا حرص على أنه التوقيت يكون في هذين اليومين علشان تكون فرصة كبيرة لوجود أكبر عدد من أباء المجمع المقدس ويشاركوا في الصلوات. وطبعا موضوع توقيت الميرون موضوع عبر التاريخ تغير، المكان تغير وتوقيت عمل الميرون تغير، والمهم أنه الكنيسة تعد الميرون علشان يقوم بدوره في التقديس، زي ما احنا عارفين في المعمودية طبعا، قداس المعمودية وسر الميرون للمعمدين وتدشين الكنائس. احنا عارفين طبعا هو طقس جميل، والكل بيكون حريص ان هو يشوف هذا الطقس، وخاصة السنة دي احنا شايفين هيكون في حضور للشعب اثناء يعني عملية صلاة الميرون او خاصة بزيت الميرون، فكمان يعني الكل اكيد عنده حالة كده من الاستعداد ومتشوق ان هو يحضر اليومين. ايوه طبعا، وانا بنتهز الفرصة اني اقول ان طبعا دي اول مرة معروفة في التاريخ انه يشارك الشعب في حضور صلوات الميرون. المعتاد انها كانت بتبقى قاصره على الاب البطريرك والاباء الاساقفه. السنه دي تم تنظيم العمل، وبالمناسبه دي انا عايز اقول برضو انه يوم الاثنين هيبقى الحضور متاح للاباء الكهنه والرهبان والخدام من كنائس وإبرشيات القاهرة الكبرى والإسكندرية وإبرشيات دول المهجر. ده لأجل التنظيم طبعا. يوم الثلاثاء هيبقى الحضور متاح لإبرشيات لباوخي إبرشيات الكرازة المرقسية في مصر. يعني في تقسيم للحضور على مدار اليومين علشان اكبر عدد يقدر يشارك، عشان يبقى في توزيع، يعني اتاحه الفرصه
للكل ويبقى في ترتيب وتنسيق، وده من الحاجة اللي بتتعمل بنظام بتبقى يعني طبعا أفضل بكل تأكيد. الحقيقة يعني احنا بنشكر قدسك يا ابونا، شكرا جزيلا على كل المعلومات والتوضيحات، وطبعا على طمأنتك لكل الشعب على صحة قداسة البابا تودروس الثاني. بشكرك جدا قدس ابونا موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبعا احنا نتابع مع حضراتكم على مدار الايام اللي جايه طقس صلاه الميرون بكل التفاصيل وكل هذه الامور، ولكن كنا حابين برضو نعرف الاستعدادات بتكون عامله ازاي، وزي ما سمعنا من ابونا موسى مين هيحضر اول يوم مين هيحضر تاني يوم عشان المشهد يكون بيخرج بشكل منظم وجميل. ومن صلوات الكنيسه خلينا نروح لموعد أن يقوم الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. أعلن النهاردة مجلس النواب من خلال اللجنة العامة أن هم قرروا أن يوم 2 أبريل هيكون موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة. ده هيكون بيحصل داخل مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة. بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميا من يوم 2 أبريل. احنا عارفين النتيجة طبعا كانت تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر اللي فات، وفوز الرئيس السيسي أعلن عن ذلك الموضوع طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات، وفوزه بعد أن تم فرز نتيجة الانتخابات. لكن رسميا موعد حلف اليمين الدستورية هيكون يوم 2 أبريل بعد أيام يعني مش كتير من الآن، سيحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وده هيكون في مجلس النواب اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا كان لازم نشير لهذا الخبر المهم عشان نبقى عارفين طبعا امتى بتكون يعني هذه المراسم، وامتى بيكون هذا الإجراء، وامتى بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي. مش هنبعد كتير عن مجلس النواب ونروح لقانون المرور والتعديلات اللي حصلت فيه. زي ما قلت لحضراتكم حاجات ليها علاقة بالتوك توك، حاجات ليها علاقة أيضا بالعربيات المتهالكة أو المتروكة في الشارع هيكون مصيرها إيه، أمور أيضا ليها علاقة باللوحات المعدنية إن سعرها هيزيد نتيجة إن إحنا بنصنعها في مصر، وبالتالي تكلفة الإنتاج أيضا زادت. فالمجلس أقر إن هيكون في زيادة في رسوم تطوير هذه اللوحات إن هي تكون ب 600 جنيه. طبعا في زيادة كبيرة في هذا يعني الأمر، ولكن السعر أصبح الآن 600 جنيه سعر اللوحات المعدنية. كمان من الأمور المهمة هو فكرة التوك توك وما مصير التوك توك. الفترة اللي فاتت كنا اتكلمنا إن في مقترح إن هو يحصل له ترخيص بما إنه خلاص أصبح أمر واقع، فبالتالي لابد من التعامل معاه علشان نوقف كل الجرائم اللي بتحصل عن طريق التوك توك، عشان نوقف أي اعتداءات أي تحرش أي تجاوز أي مخالفة بتحصل عن طريق التوك توك، إن هو القانون هو اللي يرضعها بعد أن يتم ترخيصه. فإحنا شايفين مجلس النواب بيوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور وعلى ترخيص التوك توك، ولكن أيضا في نفس الوقت أن يكون في بقى مركبات جديدة أو عربيات جديدة تكون زيها زي التوك توك، بتنقل أفراد، تكون زي ما احنا قلنا قبل كده بتشتغل يعني الطرق الجديدة سواء باب الكهرباء أو ممكن تكون بالغاز، هنشوف لسه التفاصيل، ولكن الهدف منها أن احنا نكون زي ما قلنا قبل كده شغالين في مسارين في نفس الوقت، مسار الترخيص والتقنين، وفي نفس الوقت ان احنا ندخل وسيله يكون شكلها حضاري، لان التوك توك بكل تاكيد هو شكله مش حضاري، يعني مش افضل شيء ان احنا نكون بنشوفه كوسيله للنقل، فاحنا بنبحث ايضا ايه الشكل الافضل في نفس الوقت. فمجلس النواب كان بيناقش كل هذه الامور في اطار تعديلات القانون المقدمه من الحكومه. فاذا التوك توك خلاص قريبا جدا هيكون بيبقى بيحصل على رخصة وبيدفع غرامات وبيدفع تراخيص وبيدفع كل بقى الحاجات اللي بتتفرض على العربيات الأجرة، لأنه طول الحقيقة السنوات اللي فاتت كان موجود من غير ما يكون موجود بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمرور، فما كانش بيدفع أي ضرائب، ما كانش بيدفع أي تراخيص، كان زي ما قلنا قبل كده بيستهلك الطرق، ممكن بيكسر في أرصفة وما فيش أي شيء نقدر على أساسه نحاسبه لأن هو ملهوش رخصة، فبالتالي محدش بيعرف يوصل للناس دول. فإذا دي أبرز تعديلات القانون، ولكن برضو حبينا نتعرف على أهمية هذه التعديلات
ومتوقع امتى يكون تطبيق هذا القانون. مرحب معانا على التليفون باللواء دكتور ايمن الضبع استشاري السلامه المروريه، برحب بيك معانا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك واستاذ المشاهدين؟ اهلا بحضرتك يا فندم. واولا بتشوف ازاي التعديلات اللي تم الموافقه عليها النهارده، ويمكن من وجهه نظر حضرتك ايه ابرز واهم هذه التعديلات في قانون المرور؟ والله طبعا هي تعديلات كانت يعني كنا في حاجه، المرور كان في حاجه ليها، وبيتم دراستها جيدا في وزاره الداخليه، وبيتم اعطاء على اللجان المختصه لدراستها تفصيليا ثم اتخاذ اجراءات استثاره من خلال المجالس النيابيه. طبعا يعني انا شايف ان من اهم التعديلات الجديده تعديل خاص بالمركبات الخفيفه، استحداث نوع جديد من المركبات. كان يعني في فجوه في الترخيص للسيارات خصوصا سيارات الاجره الصغيره، ما كانش ليه ترخيص للسيارات الاجره الصغيره اللي الساعه المصريه المحدد بتاعها 250 سي سي، دي ما كانتش موجوده عندنا رغم ان في متطلب شديد لاستخدامها، بتبقى بديل للتوك، بتبقى مركبه صغيره من نوع ال 7، بتبقى الحجم بتاعها صغير، امكانياتها صغيره، ولكن لا يسمح باستخدامها على الطرق الرئيسيه والطرق السريعه، فدي بيجبر خط سيرها واماكن الترخيص بتاعتها، قرارات من الساده المحافظين وتعريفه الركوب وخلافه. فتم استحداث هذا النوع كبديل جيد للتوك توك اللي كلنا بنعاني منه على مدار فتره طويله جدا. صحيح. يعني. طيب. كمان عندنا التعديلات الخاصه بالعقوب بالسير بدون لوحات معدنيه او بلوحات معدنيه مطموسه، وطبعا دي يعني مش عايزين يعني نتكلم عن هذه الاشكاليه، اشكاليه انك تمشي السياره بدون لوحات معدنيه او بلوحه معدنيه مطموسه وقد يرتكب بها جريمه وتذهب حق المضار هباء، مش عارفين يعثروا على السياره، مش عارفين يتوصلوا للسياره، فوجود تغليظ للعقوبه دي اعتقد وصلت ل 5000 جنيه من 1000 ل 5000 جنيه، فهو مطلب مهم جدا، واعتقد كلنا محتاجين تغليظ العقوبه على اللي يمشي بدون لوحات معدنيه او بلوحات معدنيه مطموسه، لان الجرم بيرمى على شخص اخر يعني، فده اعتقد انه مطلب جيد. كمان اللوحات المعدنيه، لان حتى احنا شايفين احنا الاسعار واللوحات المعدنيه تكلفه التصنيع تكلفه التصنيع بتاعتها ارتفعت بشكل كبير جدا، فكان لازم التشريع يدي امكانيه لرفعها وفقا لمتطلبات السوق وفقا للاحتياجات، فاعتقد ده كان مطلب تمام مهم يعني. لكن سياده اللواء احنا لما نتكلم تحديدا على نقطه اللوحات المعدنيه وسعرها بعد ما كان 115 بيرتفع ل 600 جنيه، ده ازاي هيكون ليه تاثير على سعر التراخيص؟ يعني لما المواطن دلوقتي يروح يرخص عربيته ويحصل هذا الارتفاع في قيمه اللوحات المعدنيه، هل هياثر على تكلفه التراخيص بالنسبه للمواطن لما يرخص العربيه؟ لا خدي بال حضرتك، القيمه دي قيمه سقفيه بالنسبه للوحه، لكن اللوحه مش ما ترتفعش بهذا الشكل مباشره، وانما في تضارب، لكن القانون ما بيتمش تعديله كل سنه، فلازم يبقى عند في متسع ممكن رفع اللوحه تدريجيا وفق اسعار السوق، لكن ده السعر اللي هيتم يعني التعامل بيه يعني حد اقصى 600 جنيه، لكن هل السعر هيبقى 600 جنيه؟ دي طبعا بتخضع للوائح اللي بتصدر بعد كده. فإذا يعني القفزة في السعر مش هتحدث بهذا الشكل، قد تحدث بشكل تدريجي فيما يخص اللوحات المعدنية. لا طبعا انا اعتقد كده يعني، المفروض انها تحدث تدريجي يعني، لكن القانون ما بيتمش تغييرها سريعا يعني، فلازم تاخد وقتها. طيب نرجع مره تاني لقصه التوك توك، لان كان في الحقيقه بعض الاعتراضات داخل مجلس النواب من ان احنا نقنن او ان احنا نعطي ترخيص لهذه النوع من المركبات للتوك توك، يعني هم شايفين ان احنا بدا الناس تسيب الحرف زي النجاره زي السباكه كل هذه الامور وتروح تشتغل على توك توك، فاصبح بيشكل خطوره وبيهدد هذه الحرف. حضرتك بتشوف ازاي وجهه النظر دي؟ والله خلينا نتفق، التوك توك هو وسيلة نقل في الأول وفي الآخر، هو وسيلة نقل لها كثير بتلبي احتياجات المواطنين في التنقل في كثير، انزلي حضرتك القرى وانزلي الأرياف وانزلي الأماكن الشعبية تلاقيها هي
وسيلة رئيسية للنقل والتنقل. لكن على الجانب الآخر في عشوائية في استخدامها، في حوادث استخدمت أعمال غير مشروعة كثيرا. صحيح. أطفال صغار أحيانا بيسوقوها بشكل كبير جدا، ده بيؤدي إلى التسرب بالتعليم، بيؤدي إلى انحسار المهن الحرفية. فده إحنا عندنا الاتجاهين، يعني عندنا أدفانتج وديس أدفانتج، عندنا مميزات وعندنا عيوب. تلافي هذه العيوب وتدعيم المميزات ده بيتم من خلال التنظيم، انها يتم ترخيصها وفي رخصه قياده بياخدها واحد معاه رخصه قياده بالغ راشد، عليها نمره يتم محاسبتها، عليها يمكن تدفع رسوم، تدفع ضرائب، المكلفات ترصد بالنسبه لها، بينظم العمليه. والتوك توك موجود في كثير من الدول ولكن منظم، احنا محتاجين ننظم التوك توك. لكن نلغي التوك توك، طيب احنا عندنا حوالي 3.5 مليون توك توك بيعيلوا اسر، اصبح امر واقع. طبعا، وبينقلوا مواطنين، يعني ملايين من المواطنين بيتنقلوا بالتوك توك يوميا. مظبوط. ما هو البديل؟ هل احنا عندنا وسيله بديله؟ يبقى انا شايف ان خلينا الامر الواقع ننظم هذا التوك توك، نعمل على تنظيمه، رخصه قياده، رخصه تسير، خطوط سير، ما يطلعش على الطرق السريعه، ما يطلعش على الطرق الصحراويه، تعريفه الركوب، يوضع تحت الرقابه الكامله. اعتقد ده الحل الامثل للتوك توك واستخدامه وتخصيصه. طب متوقع امتى سياده اللواء نشوف تنفيذ لهذا القانون؟ والله القوانين يعني بتصدر وفق لماده الاصدار بتاعتها، بتنفذ وفق ماده الاصدار، اعتقد بتنفذ مباشره، يعني الماده دي هتنفذ مباشره. لكن التنفيذ على كل ماده ونوعها، يعني بالنسبه لماده ترخيص السيارات اللايت فيكل او السيارات الخفيفه، ده يتم مباشره بقى، خلاص اللائحه بتاعته بيتم وضعها ويتم اتخاذ اجراءات الترخيص بعد الانتهاء منها، ما ياخدش وقت. بالنسبه للوحات المعدنيه المطموسه بيتم ضبطها يوميا، ولكن تجديد العقوبه وتغليظها ده بيتم من قبل القضاء. بالنسبه للتوك توك، يعني اعتقد ان تغليظ العقوبه على مخالفات التوك توك ده امر مهم جدا، ويعني وبيتم يوميا ضبط، يعني ضبط عدد ضخم جدا من المخالفات، ولكن العقوبه تبقى رادعه. ده يتقاله يعني مردود جيد جدا على موضوع التوك توك ان شاء الله. فبالتالي بكل تاكيد احنا امام تعديلات مهمه في قانون المرور هيعيشها كل مواطن في حياته اليوميه، لما نتكلم على سلامه الشوارع وسلامه تنقل العربيات، وان التوك توك خلاص نشوف ليه هويه او نشوف له ترخيص، فبالتالي نقدر ان احنا نحاسبه ونحط له حدود للتجاوزات اللي بيقوم بيها. انا بشكرك جدا سياده اللواء الدكتور ايمن الضبع، استشاري السلامه المروريه. حقيقه يعني في وجهتين نظر زي ما احنا استعرضنا قبل كده، في ناس بتؤيد الترخيص لان زي ما قلنا هو اصبح امر واقع، بيتجاوز عددهم اكتر من 3 مليون توك توك في مصر، وان كان اعتقد ان الرقم ممكن يكون بيتجاوز هذا العدد، فبالتالي هو خلاص انت بقى هذا الشيء موجود عندك فهتسيبه يتقننه، يعني ده أصبح الأمر الواقع. ولكن في نفس الوقت احنا مش مستسلمين لهذا الاتجاه، احنا عندنا وجهة النظر أخرى أيضا تحترم، فكرة ان هو بقى بيقضي على بعض الحرف والناس بقت بتستسهل ان هي تشتغل على التوك توك، فبالتالي لا، احنا عايزين بقى عربية حضرية تليق بالمواطن المصري، ومش معنى ان هو أصبح أمر واقع ان احنا نسيبه ينتشر أكتر ويتوسع في المجتمع المصري. خلينا نفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال حلقتنا اللي ليه علاقة بفكرة سلامة الفتيات داخل سيارات النقل الذكي بعد حادثة الفتاة اللي كانت بتركب واحدة من عربيات شركة أوبر، واللي بالتالي بعد ما حست بخطر بيهدد حياتها وان هي معرضة للاختطاف رمت نفسها من العربية. يعني من وجهة نظركم ايه اللي ممكن يحصل علشان نحفظ سلامة وأمان الفتيات في العربيات؟ عندنا تعليقات. بيتر بسادة بيقول الفتيات يكونوا مع أسرتهم أفضل في سيارات النقل وما يروحوش لوحدهم. محمود سلمان بيقول طول الرحلة يكون فيس تايم وذ فاميلي، أو إن هي تكون يعني فاتحة زي كاميرا طول الوقت مع الأسرة أو مع الأهل، بحيث إن هم يبقوا شايفين كل الرحلة، كل رحلة تحركاتها علشان يعرفوا وضعها عامل إزاي. إستر عبد الوهاب بتقول يعني أولا إن هي هنا بتطمن على صحة قداسة البابا وتتمنى ليه
كل السلامة والشفاء. كمان نادية معوض أيضا بتطمن على صحة قداسة البابا وتطمن على صحته. شادية إبراهيم بتقول الموضوع تحت التحقيق والبنت عندها حالة نفسية، يعني هي بتفترض إن هي يعني مع موقف السائق، وإن هي افترضت إن هو بيرش حاجة فبالتالي رمت نفسها. هي محدش يقدر يجزم في هذا الموضوع. حضرتك هنا واخده موقف بيؤيد السائق وان هو رش بيرفيوم او رش حاجه فهي خافت. احنا الحقيقه الكلام ده كله لسه ما زال قاعده تحقيق، فمحدش يقدر يجزم في هذا الموضوع. ولكن البنت الكلمات القليله اللي قدرت تقولها بعد ما رمت نفسها وبعد كده دخلت في غيبوبه، قالت ان هي حست ان هي بيتم اختطافها. وبعد كده كمان التحقيقات توصلت لفكره ان السائق كان بيتعاطى مخدرات. فاحنا عندنا امور كتير قوي بتقول لنا ان لسه اكيد في أمور مجهولة في القضية، وبالتالي الموضوع لسه قيد التحقيق. عندنا إستر بتقول أولا تكون على اتصال بعائلتها وممكن تصور العربية قبل ما تركب وربنا يستر. خلينا نقول إن في التطبيقات دي بيكون في مشاركة أكيد بكل تفاصيل الرحلة من رقم العربية ولونها وممكن كمان الموقع الخاص بيها، فكل التقنيات دي هي موجودة بالفعل في التطبيق. فيعني كل أراءكم أكيد مهمة، ولكن برضو مستنيين رأيكم إيه في قصة النقل الذكي. خلينا بقى نروح دلوقتي للتراث القبطي ويوم التراث القبطي اللي كانت بتحتفل بيه مكتبة مصر الجديدة، كانت بتستضيف واحدة من هذه الفعاليات الخاصة بالتراث القبطي، وكان في جلسة افتتاحية فيها عدد من الكلمات وكمان معارض للأيقونات وبتتكلم أكتر على شكل الهوية القبطية أو التراث القبطي. هنتعرف أكتر على تفاصيل هذه الفعالية في التقرير التالي. استضافت جمعية مصر الجديدة للعام الثالث على التوالي صباح يوم الخميس يوم التراث القبطي في دورته التاسعة اللي بتنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة تحت عنوان أثر الثقافة الغربية في نشر التراث القبطي بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة. التراث القبطي هو تراث اللي كل المصريين يعني دايما بيشارك في التراث القبطي في هيئات متعددة، يعني مكتبة إسكندرية من ضمن الهيئات اللي بتهتم بالتراث القبطي وليها مطبوعات وبتنظم مؤتمرات وملتقيات. فالنهاردة بيبقى يوم التراث القبطي اللي بتنظمه مكتبة الإسكندرية، وفي رحالة كتير زاروا بلاد الشرق وزاروا مصر وكتبوا عن الثقافة القبطية، في علماء كتير نشروا مخطوطات، في مخطوطات كتير وصلت إلى مكتبات الغرب. سيدنا ناقش مواضيع مهمة جدا النهاردة طرحها. قال أولا إن علم القبطيات ما هواش علم يعني قافل على نفسه، لكن هو مستمد ثقافته من أماكن كتيرة جدا، زي مثلا الأيقونة القبطية. الأيقونة القبطية ابتدت من بورتريهات الفيوم، ودي ما كانتش حاجة قبطية، ولكن الأيقونة القبطية تطورت من بداية الفن البورتريه اللي هي بورتريهات الفيوم. كمان هنلاقي ان اللغة القبطية نفسها هي لغة مصرية قديمة تم تطويرها، وهي متاخدة من بعض النصوص المصرية القديمة وهكذا. سيدنا ناقش موضوع مهم جدا النهاردة، هو امتى يتم توحيد كل الجهود القبطية في عمل كبير وعمل ضخم، بحيث ان كل الجهود يعني تتكاتف مع بعضها البعض. كمان قال امتى هنشوف في الجامعة المصرية في علم اسمه علم القبطيات، وفي دراسات متخصصة لعلم القبطيات وحاجة كبيرة لعلم القبطيات جوه الجامعات المصرية زي بعض الجامعات الأجنبية. حبينا تراثنا القبطي وكنيستنا القبطية المصرية بعيون أجنبية بسبب ما انبهرهم وانجذابهم للتراث القبطي الأصيل، وقد إيه الأمانة القبطية في الحفاظ على هذا التراث بالرغم من صعوبات كثيرة، من اضطهادات، من مضايقات، من محاربات، ومع كل ظل الأقباط متماسكين مترابطين محافظين على تراثهم. المشارك بقطعة فنية من حفاظ التراث القبطي عن مريمينا أثرية، كانت اتوجدت على أحد كراسي بابوات في روما،
من 1600 سنة، هي مساحتها 12 سنتي في 9 سنتي، فأنا حبيت عدتها وخبرتها زي يعني بتاع 50 في 40 سنتي من الحجر الصناعة عملتها. شهد اليوم عدد كبير من الكلمات في الجلسة الافتتاحية وعدد من المحاضرات لأهم باحثي القبطيات المصريين والأجانب، بالإضافة لمعرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية بمشاركة 13 فنان وفنانة. كامل يوسف، سي تي في. خليني دلوقتي اروح مع حضراتكم لسانت كاترين، هذه البقعة الغالية ذات الطابع الروحي والأثري والثقافي والبيئي، والحقيقة ان هي يعني منطقة ليها زي ما قلت طابع خاص وجميل جدا. احنا عارفين ان الدولة مقررة ان هذه المنطقة تهتم بيها بشكل خاص في اطار مشروع اسمه التجلي الأعظم، ولكن الجديد النهارده كان في جوله مهمه جدا قام بيها رئيس الوزراء مع وفد رفيع المستوى مكون من عدد كبير جدا من مختلف الوزراء وايضا محافظ جنوب سيناء. وفي اطار هذه الجوله كان في تصريحات مهمه لرئيس الوزراء وايضا توقيع مهم ليه علاقه باداره وتشغيل هذه المنطقه في اطار ان هي تكون منطقه سياحيه جاذبه. وخلينا نشير ونؤكد ان الدكتور مصطفى مدبولي قال الرئيس السيسي وجه بنفسه بالاهتمام بهذه المنطقه وان يكون فيها اهتمام خاص وان يكون في عمل سريع ايضا لتطويرها، علشان طبعا ان هي تكون مقصد سياحي ويعني يجذب عدد كبير جدا من الزائرين، لان زي ما قلنا هي بتهم عدد كبير جدا من الناس لمدى اهميتها وطابعها الخاص. خلينا نقول ان الدكتور مصطفى مدبولي قال ان حاليا يعني بيتم متابعه مراحل تنفيذ المشروع وفي اطار طبعا هذه الزياره، وده تنفيذ لتكليفات الرئيس السيسي، وان حاليا في المراحل النهائيه لمشروع التجلي الاعظم. خلينا نروح بقى لقصه التوقيع. النهارده كان في توقيع لعقود اداره وتشغيل المكونات السياحيه والفندقيه لموقع التجلي الاعظم. الحقيقة أن الشركة اللي تم اختيارها أو تم توقيع الاتفاقية معها النهاردة هي شركة شتايجنبرجر الألمانية، هي طبعا واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال. لكن التوقيع كان ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة مصر سيناء للسياحة ومع شركة شتايجنبرجر علشان تطور في منطقة التجلي الأعظم. لكن الحقيقة أنه على مدار السنتين اللي فاتوا كان بيحصل زي مناقشات وبحث كبير جدا ومنافسة، كانت عدد كبير من الشركات بتحاول أن هي تحصل على هذه الصفقة أو أن هي تكون بتستحوذ على قصة أن هي يعني تطور في منطقة سان كاترين وأن هي تشغل فيها بقى الفنادق وكل الخدمات السياحية، إلى أن تم اختيار هذه الشركة الألمانية علشان تعمل المشروع. فالحقيقة إن حتى الخطوات اللي بتكون بهذا الشكل بتستدعي فترة كبيرة جدا من البحث، وزي بتكون يعني منافسة شرسة زي ما قلنا ومناقصات، إلى أن إن هي بترسي على شركة تكون الأفضل من أجل تنفيذ المشروع. فإحنا شايفين مع حضراتكم لقطات من الزيارة وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي للموقع واطلاعه على كل الجديد، والمفترض الآن أصبحنا في المرحلة النهائية لهذا المشروع. يمكن زي ما احنا ملاحظين عدد كبير من الوزراء كان موجود، وزير الإسكان، وزيرة البيئة، وزير السياحة والأثار، طبعا محافظ جنوب سيناء، وزير التنمية المحلية، عدد كبير جدا من الشخصيات يعني الهامة وأيضا المسؤولين في الحكومة علشان يقفوا على الجديد في مشروع التجلي الأعظم. تاني بنأكد ان هي بقعة مهمة جدا في مصر وغالية وتستحق ان هي فعلا تكون مقصد سياحي هام على مستوى العالم. مين مش مهتم بفكرة التجلي؟ مين مش مهتم بفكرة طبيعة المكان البيئية؟ مين مش مهتم يعني بمدى قدسية هذا المكان؟ كل هذه الأمور طبعا تبقى عوامل جذب لمختلف السياح من مختلف يعني بلاد العالم. فطبعا مشروع مهم جدا ومستنين الحقيقة الكثير في ملف السياحة، سواء الدينية، الثقافية، العلاجية، كل هذه الأنواع. مصر الحقيقة فيها كل شيء علشان تكون مقصد يمكن الأهم في هذه السياحة.
قبل ما نختم مع حضراتكم خلينا نروح كده سريعا لخبر جديد عن الاقتصاد والمعدلات الحديثة اللي بتصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نسبة جديدة لها علاقة بالتضخم والأسعار. أعلن الجهاز ارتفاع معدل تضخم الأسعار في مصر في شهر فبراير ل 36% بالمقارنة بشهر يناير، وده يعني تضخم سنوي. احنا بنقيس كل شهر كل سنة كان عامل ازاي بالمقارنة يعني بالسنة اللي قبلها، وبنشوف المعدلات وصلت لفين. فالارتفاع من يناير كان 31.2، ارتفع في فبراير ليصل إلى 36%. ندخل بقى أكتر في هذه المعدلات ونعرف ايه تحديدا اللي سجل ارتفاع في الأسعار، وبالتالي ده كله انعكس على المعدل الخاص بالتضخم. يعني مثلا الأكل والشرب في 48.5% ارتفاع في أسعارهم. لو هنتكلم تحديدا لحوم ودواجن فحوالي 43% ارتفاع في الأسعار. الزيوت 35.5%، الفواكه 46.7، الخضار 74.3%. كل هذه الأرقام بترصد لينا حجم الارتفاع في أسعار السلع تحديدا الأكل والشرب. فإحنا لسه بنحاول نكافح فكرة التضخم. احنا يمكن شايفين كل الإجراءات الأخيرة اللي أخدتها الدولة من تحريك سعر الصرف ومن رفع الفايدة، الهدف الأول هو ان احنا نحاول ننزل بمؤشر التضخم أو ارتفاع الأسعار. خلينا برضو نحلل هذه الأرقام من وجهة نظر اقتصادية وكيف ستنخفض هذه المعدلات. نرحب معنا على التليفون بدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي. برحب بيك معنا دكتور وليد. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. قراءتك ايه يا دكتور لهذه المعدلات؟ والنهارده الجهاز المركزي بيقول ارتفاع معدل التضخم في فبراير ل 36%، بتشوف ازاي هذا الرقم وبيعكس لينا ايه؟ يعني هو طبعا ده كان شيء متوقع. اولا بالنسبه لارتفاع معدل التضخم ده عن فتره سابقه على قرارات تحرير سعر الصرف. التضخم مرتبط بزياده معدل زياده الاسعار الحقيقي في السوق، واحنا كنا متابعين ان معظم الحقيقه معظم السلع والخدمات لم تكن مقيمه بسعر الدولار الرسمي اللي كان موجود في البنوك 30 جنيه 31 جنيه. الكلام ده كان مش حقيقي. السيارات كانت بتقيم بسعر الدولار مرتفع جدا، الذهب مرتفع بسعر اخر، كل حد في السوق كان بيقيم الدولار بسعر على حسب هواه، فكان هناك تشوه كبير. والدولار احنا تابعنا، يعني احنا بنتكلم كان وصل ل 70 وكسر حاجز ال 70 جنيه للدولار. كل ده دفع التضخم نحو الارتفاع بصوره كبيره جدا، وكان سبب من اسباب محاوله اصلاح هذا التشوه الكبير اللي بيتم من خلال اللي هيتم من خلال تحرير سعر الصرف. تحرير سعر الصرف وحد اسعار الدولار ونزلت في السوق الموازي من نحو 70 الى حاليا تحت حاجز ال 50، وانا متوقع ان خلال فتره بسيطه هتنزل وهتاخذ مسار يعني منخفض. اذا احنا اتكلمنا النهارده ان اذا استمرينا عند دولار تحت حاجز ال 50، فطبعا المنتجين والمستوردين عندما يحصلوا على الدولار باقل من 50 بطبيعه الحال منتجاتهم هيقل سعرها لان هم كانوا مقيمينها على 70 وعلى. طب حضرتك بتقول خلال فتره قصيره دكتور وليد، يعني تقريبا خلال فتره قد ايه هنبدا نشوف تاثير القرارات اللي تم اتخاذها على معدلات التضخم او على الاسعار في السوق المصري؟ هو على حسب نوع السلعه والخدمه، لان هناك سلع انخفضت بالفعل، سواء احنا شفنا الذهب انخفض، شفنا الـ بعض انواع الحبوب، شفنا بعض انواع السلع الغذائيه، لكن ما انخفضتش بالشكل الكبير او بعضها لسه ما انخفضش. انا عندي المرحله الاولى هي ان هناك بعض السلع انخفضت، المرحله الثانيه مع خروج البضائع اللي تم الاعلان عن خروجها من الورق المصريه خلال الايام القادمه سنشاهد انخفاضات. ربما تكون هناك ايضا هناك بعض الارتفاعات في اشياء زي مثلا حجز الفنادق، حجز الطيران، لان طبعا احنا عارفين ان التضخم هو متوسط لكل شيء.
فلما بنلاقي بعض الأشياء ارتفعت زي حجوزات الفنادق والطيران، لكن في المجمل اللي بيهمنا احنا وبيهم المواطن باقي الغذاء، يعني الغذاء الطعام والشراب ده من المؤكد ان هو هيجيله ارتداد سعري وانه هتنخفض اسعاره طالما اسعار الصرف في معدلاتها اللي تم التحرير عليها وانها تاخد مسارا منخفض. المؤكد يعني بالتالي هو ان نسبة التضخم في باقي الغذاء والسلع الاساسية للمواطن ستكون تحت السيطرة وسيتراجع بصورة كبيرة معدل التضخم بشأنها والأسعار ستتراجع، وبعض الخدمات وبعض السلع سترتفع، ولكن إجمال التضخم بصفة عامة بعد بعد الصدمة الأولى للتحرير سيتخذ مسارا تنازليا. يعني بالتالي لسه في عندنا هنستغرق مزيد من الوقت إلى أن نشعر ب انخفاض في الأسعار أو نشوف على الأقل المعدلات اللي احنا بيرصدها الجهاز المركزي الخاصة بالتضخم بتنخفض أو بدأت أن تنكسر بعض الشيء. بشكرك جدا دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي. طبعا يعني حبينا كده ناخد مع حضراتكم جولة سريعة في أخبار اليوم، وبفكركم مرة تاني بسؤال حلقتنا وليه علاقة بفقرتنا اللي جاي وفكرة أمان الفتيات في سيارات النقل الذكي وإزاي ممكن نضمن سلامتهم. خلينا سريعا كده أخذ برضو أحدث التعليقات في هذا الموضوع. عبد الرزاق مصطفى بيقول لابد أن تضع كل السيارات التي تعمل لدى شركات التوصيل داخل الأبليكيشن تسجيل كل ما يحدث بالرحلة تلقائي، ويكون ذلك من خلال التطبيق ويكون هناك مراقبة لذلك، وأن يضع في الأبليكيشن عند الراكبات زر أحمر للأمان عند الضغط عليه تبدأ الرحلة في التسجيل وكأنه جرس إنذار للشركة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. احنا شايفين حقيقة مقترحات مهمة جدا، ولكن برضو محتاجين نعرف الزاوية بقى القانونية وإزاي ممكن نشوف تحركات تجاه الشركة نفسها اللي هي ممكن تكون مسؤولة في المقام الأول عن سلامة الفتيات، الشركات المشغلة لهذه السيارات ولهؤلاء السائقين، إيه الإجراءات اللي ممكن يتم اتخاذها تجاه هذه الشركات علشان فعلا تكون أمان على الفتيات والسيدات. هنفتح بقى مع حضراتكم الملف بشكل مستفيض أكتر بعد الفاصل، استنونا.